صبحكم الخير. اليوم 1 نيسان أبريل، اليوم القمر مرافقنا من برج هوائي برج الميزان، وبعدنا تحت تأثيرات الفول مون من برج الميزان. كيف رح بتكون هالتأثيرات على كل الأبراج بمطلع هالشهر؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لإلك مولود برج الحمل، هيدا شهر كتير مهم، لأنه بهيدا الشهر أنت عم بتطبق السنة وعم بتعيد عيد ميلادك، وضروري تكون انطلاقة حلوة. لكن مساق بأنه اليوم التأثيرات نوعا ما شوي فائضة وشوي قوية، فحاول تتعامل مع الأمور بشوية هدوء وطول بالك على غيرك. تبقى المواليد اللي أكثر تعبا من غيرها نسبيا اليوم هي 1 و2 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لك مولود برج الثور، انطلاقة الشهر يبدو وكأن فيها ركض، وكأنك عم تركض لتخلص مسألة معينة، أو حاسس حالك تعبان ما لك جلد تنتقل لصفحة شهرية جديدة. طالع بالك تاخذ الأمور على الهدى وتهتم بحالك، وأيضا هيدا خيار آخر عندك اليوم، لأنه بكرة رح بيصير في ركض وتعب يمكن أكثر حتى من اليوم. فنظم وقتك وحاول تكون أنت مستريح ونفسيتك شوي قوية. تبقى المواليد الأكثر حظا 21 و22 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. بعتبر هيدا نهار ممتاز لحتى تنطلق بهيدا الشهر الجديد. بداية ممتازة بالنسبة لك، يبدو وكأنه انطلاقتك أسرع من الباقيين لحد هلأ. يبدو وكأنك أنت سباق، كأنه أنت بتلفت الأنظار وتسلب، حتى فينا نقول بكلام آخر، الأنظار. يبدو وكأنه أيضا في خبر صار بانتظارك. الأوفر حظا اليوم وليد حزيران يونيو، وبشكل خاص 18 و19. كمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان، صحيح اليوم القمر تأثيرات الفولمون عليك شوي دامبينج، يعني بتخفف شوي من حماستك، يمكن لأنك تعبان، يمكن لأنه مشغول بالك، لكن بقلك أنه بكرة أفضل، بكرة أفضل، الجو رح يتغير. وما تنسى أنه هيدا شهر كتير 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 مهم بانتظارك، يبدو وكأنه في خطوات كتير كبيرة للأعلى بانتظارك، فما تنزع. خذ وقتك اليوم، طول بالك اليوم على حالك، اهتم بحالك واهتم بالأمور يلي هي أولوية. يلي عنده شوية معاكسات هو مولود 1 و2 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لمولود برج الأسد، بعتبر هيدا نهار كتير إيجابي لمولود برج الأسد، بيخدم مصالحك على أكثر من صعيد، على أكثر من مسألة. واضح أنه اليوم مولود برج الأسد إذا في من مباراة أو منافسات، ما حدا بيقدر يكون جوابه مقنع أكثر منك. اليوم مولود برج الأسد قادر أنك تدرس منيح، تقدم امتحانات منيح، تناقش منيح، حتى إذا عندك مسألة وحابب تمرق أو ما كانت عم تمرق من قبل لأنه ما عم تقدر الناس تقتنع بفكرتك، اليوم كل شيء بيمشي. أجواء ممتازة بانتظارك، انطلاقة حلوة كتير. الأكثر حظا 31 تموز يوليو. كمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء، الجو اليوم بيطلب منك أنك نوعا ما تمشي مثل ما لازم. اليوم ما لازم تكون عشوائي أو اعتباطي بخياراتك، بمصروفك، بكلامك، حتى بصداقاتك، أنه يلا فلان فليتين كله ماشي الحال. اليوم بدنا نمشي بشوي بدقة أكثر، بدنا نشغل المنطق عنا، بدنا نعطي صاحب الحق حقه، وما بدنا ناخد أكثر، وما بدنا نعطي شخص أو أي مسألة أكثر من تقلة. بدك تكون اليوم شخص حكيم بعقلك، واعي بعقلك، وعقلك كبير. انتبه من بعض البلبلات إذا كنت من مواليد 8 و9 أيلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. لأنه القمر ببرشك مولود برج الميزان، فينا نقول أنه في اليوم أنت تملك مفتاح النجاح أو مفتاح الباب اللي كان مسكر لحتى تاخذ خطوة إلى الأمام. لكن لازم تعرف أنه الشهر كله بانتظارك منه سهل، ما رح يكون سهل، وبالتالي الخطوة اللي بدك تاخدها بتكون مدروسة، وبدك تفكر أبعد من منخارك. هنالك واضح أنه في فكرة جديدة العلاقة بمشروع، بارتباط عاطفي أو غير عاطفي. تبقى المواليد اللي بعتبرها أكثر حظا من غيرها هي مواليد أكتوبر، لكن وبشكل خاص خلينا نقول مواليد 21 و22 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب.
بالنسبة لبرج العقرب اليوم اعتبره اليوم مش موجود، بمعنى انه اليوم الاجندة اللي عندك اياها بدها تكون كتير صغيرة كتير قصيرة كتير كونسايز وكتير معروفة شو هي، والامور البسيطة الابسط محطوط عليها. وإذا ما بتعمل شيء كمان بيكون منيح، لكن ضروري تكون متحمس نتفي، متفائل نتفي، إيجابي أكثر، لحتى شو ما يصير من حولك تكون أنت مسيطر على الأوضاع، ما تترك حالك لهالهبات الموجات الطالعة والنازلة بهيدا النهار، لأنه نهار كتير ضعيف، غيرك أقوى منك، فقوي لحالك شوي وانتبه من خيبات الأمل، ويمكن حتى إذا عندك حجوزات بدك تنتبه لها ولأمور صحية. بضل نتفي المحمي أكثر من غيره من ناحية الحظ، هو 14 و15 نوفمبر. بكمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس اليوم أفضل من بكرة، اليوم فيها تكون انطلاقة حلوة بالنسبة لإلك، أو إذا اليوم أنت بإجازة ما عندك شغل بدك تنطر بعد يومين، يعني تنين وثلاثة منهم كتار منهم مهمين أبدا، بدك تطول بالك للأربعة. إذا اليوم نهار فينا نقول أنه على الأقل تفرح تتسلى بتقضي وقت جيد، حتى بشغلك اليوم نهار فعال جدا جدا جدا، إذا عندك أمور مهمة اشتغل عليها قوي قلبك ما تأجل لبكرة. الأكثر حظا مواليد 30 نوفمبر 4 و21 ديسمبر. كمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي هالشهر اللي بانتظارك كمان شهر طالع نازل، منه شهر مستقر خاصة على أمور شخصية. اليوم تحديدا تأثيرات الفلمون بعدها معك، بعدها عم بتحرقصك، بعدها عم تزعجك نتفي، فحاول اليوم تاخذ الأمور بكتير هدا وكتير رواق وبكل نضج، وتتعامل معها مثل ما هي، بدك تشغل عقلك ومنطقك. إذا بتاخذ الأمور من ناحية عاطفية ما بيمشي الحال، بكرة نهار أفضل. كون حذر جدا خاصة من السرعة، مولود 31 ديسمبر. كمل مع برج الدلو. نهار ممتاز لمولود برج الدلو ويلي بانتظاره شهر ممتاز أيضا. مولود برج الدلو أسهمك عالية جدا، مستقوي كتير، قوي كتير، الحظ داعمك، أجواء ممتازة بترافقك بكل هيدا النهار، يبدو وكأنه عندك تملك الجرأة الكافية لحتى تشيل وتحط وتغير وتقدم مشاريع على ذوقك. أجواء كتير ممتازة حلوة مناسبة جدا لحتى تشتغل على مسائل صعبة ومستحيلة. الأكثر حظا 31 كانون الثاني يناير و12 13 شباط فبراير. كمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت بكرة أفضل. اليوم ما معناتها فاضي فارغ، لا، اليوم في قصص بيمشي حالها، لكن القصة اللي بده يمشي حالها اليوم هي فقط بالتعامل مع الآخر بطريقة كتير دبلوماسية لبقى، وبدك تاخذ انت المبادره، ويمكن حتى تضطر انك بتتنازل شوي. بكره حظك اقوى، فاذا ما طالع بالك تتنازل شوي وما طالع بالك انه كثير انك تضحي تنقول، فيك تاجل لبكره. بجميع الاحوال النهار منه سلبي، لكن بيطلب منك انك تكون ماشي على الاصول اكثر. الاكثر حظا نسبيا 13 و14 اذار مارس، وبختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة مهمة جدا خاصة على صعيد الارتباطات، شو ما كان نوعها هيدي الارتباطات، سواء كانت مع أصحابك تتعرف على ناس جديد، يمكن حتى أمور عاطفية وأيضا مهنية. اجتماعيا أيضا في احتمال أنك توصل إلى مراتب عالية. نيسان أبريل أب أغسطس وديسمبر هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي.